شادية الكرام، بجد التحية مرة تانية لحضراتكم. وصلنا دلوقتي فقرتنا الإخبارية اللي بنناقش فيها أهم الأخبار والمقالات والحوارات والتحيات المتنوعة من الصحف والمواقع الإلكترونية. شرفنا ومنورنا فيها الأستاذ حسن أبو خزيم، الصحفي بجريدة روز اليوسف ومحرر أخبار مجلس الوزراء. مرحب بحضرتك معنا. صباح الخير حضرتك. سلام شادي. صباح الخير. نبدأ أول أخبارنا وهو خاص بالاتصال الهاتفي اللي حدث بالأمس بين الرئيس السيسي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والذي بحث خلاله التعاون الثنائي وتنفيذ المشاريع المشتركة بين البلدين. كانت الرئاسة الروسية قد أصدرت بيانا ذكرت فيه أن الجانبين قيما تقييما عالي المستوى الراهن للعلاقات بين الدولتين، باعتبارها علاقات شراكة شاملة وتعاون استراتيجي تتطور في مختلف المجالات. قال البيان إن المحادثة ركزت على العلاقات التجارية الاقتصادية بين روسيا ومصر، وفي المقام الأول تنفيذ المشاريع المشتركة الكبرى مثل بناء أول محطة نووية لتوليد الكهرباء في مصر على نمط المحطات الروسية، وإقامة منطقة صناعية روسية في منطقة قناة السويس. يعني الحقيقة يعني كالمعتاد واللي احنا تعودناه من سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، هو العلاقات المصرية في كافة المجالات وفي كافة الاتجاهات، يعني علاقات مع دول الاتحاد الأوروبي من زيارات مختلفة، علاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية، علاقات مع الكتلة الشرقية وروسيا والصين وخلافه. هذا يعني الاتصال الهاتفي اللي تم ما بين رئيس سيسي والرئيس فلاديمير بوتين وبحث العلاقات الاقتصادية والتجارية ما بين البلدين، حضرتك بتقيم هذه العلاقات الحالية الآن؟ يعني منذ يعني دولة 30 يونيو طبعا الدولة المصرية مهتمة جدا بالعلاقات المصرية الروسية، لم تكن مثل هذه العلاقات يعني موجودة قبل ذلك، ولكن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مهتم بدليل الزيارات يعني الميدانية التي يقوم بها طبعا لروسيا، وكذلك الرئيس بوتين عندما يأتي أو خلال الفترة الماضية تم توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية، يعني لم تكن علاقات فقط ولكن لديك اتفاقية للشراكة الاستراتيجية في كافة النواحي وزي ما حضرتك تفضلتي في كافة المجالات، بدليل طبعا الزيارات اللي هو بتتم بين الحكومتين وبين الدولتين، ده بيدي قوة للعلاقات، حتى هناك في تطابق لوجهات النظر في أغلب القضايا اللي هي بتهم المنطقة والعالم، منها طبعا قضايا الإرهاب ومكافحة الإرهاب ومن ذلك، ولكن العلاقات المصرية الروسية بتزداد يوم عن يوم، يعني بدليل يعني إنشاء المنطقة الصناعية الروسية في شرق قناة السويس التابعة للهيئة الاقتصادية لقناة السويس، هذه المنطقة يمكن استثماراتها بتصل إلى 10 مليار دولار، هناك حوالي لا يقل عن 32 شركة أبدوا زيادة استثماراتهم في هذه المنطقة، وكذلك حتى كل الشركات اللي هي بتشتغل على أرض الدولة المصرية بتزيد التعاون، بتزيد يعني العلاقات سواء تجارية اقتصادية سياسية وما لذلك، وبيتم طبعا زيادة الاستثمارات اللي بتعود بالنفع على الدولة الروسية الأول، وبالإضافة طبعا للدولة المصرية من خلال توفير فرص العمل. هذه المنطقة الاقتصادية طبعا زي ما تحدثنا 10 مليار دولار بتوفر فرص عمل يعني كثيرة، سواء بالنسبة للمرحلة الأولى أو الثانية أو الثالثة، هذه المنطقة بمجرد يعني 2031 بتكون انتهيت من إنشاء هذه المنطقة. هذه المنطقة الصناعية الروسية يعني هناك عدد كبير من الشركات اللي هي العاملة في مجالات الخشب والمعدات وما ذلك يعني المركبات وما ذلك، كل هذه الأمور طبعا تم تخصيص هذه المساحة لإنشاء مثل هذه المنطقة، بالإضافة طبعا التطابق في وجهات النظر بالنسبة للمنطقة وما ذلك، زي ما حضرتك تفضلت موضوع إنشاء محطة الضبعة، كذلك العلاقات الثنائية بين مصر وروسيا كل يوم بيزيد مثل هذه العلاقات، لأن أنت عملتي اتفاقية شراكة مع الدولة الروسية، روسيا يعني بيهمها الدولة المصرية، ولذلك بيأتي هذا الاتصال بين يعني الرئيسين ليؤكد على مثل هذه العلاقات، وبيأكد على قوة ومتانة هذه العلاقات، وزي ما حضرتك تفضلتي أي أن الدولة المصرية مهتمة
جدا بكل العلاقات مع الدول الصديقة للدولة المصرية، ولذلك بتحرص وهناك يعني تكليفات للحكومة بالبناء، ان هو ما حضرتك مش بتقومي بالزيارة فقط، ولكن الحكومة بعد ذلك بتكمل على زيارات السيد الرئيس في عملية المتابعة. ده يعني تكليف واضح او تعليمات واضحة للحكومة، كل وزير في مجاله، وده شيء مهم جدا خلال هذه الفترة، ان انت يعني من خلال هذه العلاقات بتستطيعي طبعا بتشوف وجهات نظر الدول الأخرى في كل القضايا، بالإضافة هذه العلاقات بتوفر فرص عمل. يمكن يعني المنطقة الصناعية الروسية حوالي 90% من الناس اللي هي بتشتغل أو العاملين هم مصريين وشباب مصري، أي أن الدولة المصرية يعني بتستفيد من خلال يعني فرص العمل، ورغم أزمة كورونا والحمد لله نسب البطالة طبعا يعني انخفضت خلال الفترة الماضية. خلونا نروح لخبر آخر، ويعني كان في تناول لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة التوسع في استخدام أحدث التقنيات لمضاعفة قدرات البنية المعلوماتية الرقمية وتعزيز جهود التحول الرقمي بالتوازي مع تدريب الكوادر البشرية على المهارات الرقمية لدعم الأداء الحكومي وتوفير أحدث الخدمات الرقمية للمواطنين وقطاع الأعمال على مستوى الجمهورية. السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح أن الاجتماع تناول متابعة المشروعات القومية الخاصة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وكان اجتماع الرئيس السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كان خاص بهذا الموضوع، وكان في زي ما بنقول اهتمام كبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي ومتابعة للموقف التنفيذي وفكرة أن احنا نتحول التحول الرقمي. الأداء الحكومي أو تطوير الأداء الحكومي بالاعتماد على وسائل التكنولوجيا الحديثة، نحن عايزين الحكومة كلها تتحول لفكرة التحول الرقمي، خاصة أن احنا خلاص هننتقل يعني انتقال مرحلة تجريبية مع للحكومة مع للعاصمة الإدارية الجديدة في خلال الأيام القادمة. شايف التقييم فيما يخص هذا التطوير؟ يعني الدولة المصرية مهتمة جدا بعملية التحول الرقمي والشمول المالي والرقمنة حتى يتم طبعا يعني العنصر البشري، وان انت يعني رغم وجود العنصر البشري يعني في هذا الامر، ولكن انت حضرتك بتقومي بتدريب العنصر البشري على مكافحه الفساد والنزاهه والشفافيه، كذلك هناك تنسيق تام بين الجهاز المركزي للتنظيم والاداره وهيئه الرقابه الاداريه، حتى بالنسبه للعاملين اللي هم هينتقلوا كمرحله اولى في العاصمه الاداريه الجديده والتشغيل التجريبي لمده 6 شهور قادمه، والبدايه طبعا يعني بدايه الشهر المقبل. وهناك عدد طبعا من الوزارات الصراحة يعني انتقلوا خلال الفترة الماضية، وعدد من السادة الوزراء يعني عملوا اجتماعاتهم داخل العاصمة الإدارية الجديدة. رئيس مجلس بالفعل يعني عدد من الوزارات يعني الكل دلوقتي جاهز، وده بيأكد يعني اهتمام القيادة السياسية بالجولات الميدانية التي يقوم بها طبعا السيد الرئيس، كذلك رئيس مجلس الوزراء يمكن في كل أسبوعين بتكون هناك زيارة ميدانية للعاصمة الإدارية، بالإضافة للاجتماعات الدورية داخل المكتب. يعني لم يكتفي به الاجتماعات الدورية، ولكن حريص كل الحرص مع السادة الوزراء، ودي توجيهات حتى بالنسبة للوزراء أن كل وزير يتابع الوزارة الخاصة به من ناحية فرش الأساس وما ذلك عملية التحول الرقمي زي ما حضرتك تفضلت يعني في هذا الاجتماع المهم. وده يعني اجتماع دوري بيعقده السيد الرئيس مع يعني رئيس مجلس الوزراء ووزير الاتصالات من أجل طبعا متابعة الموقف التنفيذي بالنسبة للشمول المالي بالنسبة للرقمنة. التحول الرقمي لم يكن هذا الأمر في العاصمة الإدارية الجديدة، ولكن في كل محافظة يعني، وإحنا شفنا هذا الأمر يعني في محافظة الوادي الجديد لما كنا يوم الخميس، محافظة الوادي الجديد بتقوم بإنشاء مبنى للمصالح الحكومية على غرار الحي الحكومي اللي هو موجود في العاصمة الإدارية الجديدة، وهذا الأمر هيتعمم مع كل المحافظات. أي هناك ربط بالنسبة للتحول الرقمي على أساس طبعا يعني الناس زمان كانت بتشتكي من الموظف، يعني بتشتكي من الروتين والبيروقراطيه، ان انت بتحاولي بالتحول الرقمي القضاء على البيروقراطيه، القضاء على يعني ان انت بتكافحي الفساد، وهناك مجهودات والدوله المصريه لديها تجربه ناجحه في مكافحه الفساد والعالم كله بيشيد بهذه التجربه. ولكن حتى بالنسبه لمكاتب البريد، يمكن كلنا كمواطنين ال100 مليون يمكن بيتعاملوا مع مكاتب البريد
اللي هي اكثر من 5000 مكتب بريد على مستوى الجمهوريه، يمكن حتى هذه اللحظه او مع نهايه هذا العام يعني تكون الدولة المصرية أو الحكومة أو وزارة الاتصالات بمعنى صح تكون يعني عملت تطوير بالنسبة لمكاتب البريد حوالي 3000 مكتب وتبقى طبعا 2000. يمكن كلنا بيتعامل حتى بالنسبة لأصحاب المعاشات، وشفنا خلال الفترة الماضية بالنسبة للطلبة اللي هم بيتعاملوا مع سداد الرسوم التابلت أو الرسوم، وإن أنت يعني بتقوم بعمليات تطوير شاملة لكل يعني ما يشمل وزارة الاتصالات، التحول الرقمي في العاصمة الإدارية في المحافظات. كذلك بالنسبة لموضوع الفايبر، ويمكن كانت الشكوى يعني وما زالت لحد ما شكوى عدد من المواطنين بالنسبة للفايبر أو الألياف الضوئية، مع مبادرة حياة كريمة هتنقضي مثل أو يتم القضاء على هذه المشكلة. بيتم طبعا توفير الألياف الضوئية أو الفايبر في القرى، هذا الأمر طبعا ما كانش موجود، يمكن عدد كبير من القرى ما كانش موجود فيها نت خلال الفترة الماضية، ولكن مع يعني الانتهاء من مبادرة حياة كريمة في الثلاث سنوات تكون إن حضرتك ان انت خلصت كل القرى اللي هم 5000 يعني 438 قرية، يعني بالاضافة طبعا التوابع والنجوع اللي هم حوالي 30000 تابع ونجم، تكون ان انت دخلت الفايبر. واحنا دلوقتي مع التحول الرقمي وخاصة في التعليم، وزارة التربية والتعليم او التعليم العالي، ولكن يمكن من هذا البرنامج يعني ما زلنا كمواطنين يعني بيطالبوا برضه من وزير الاتصالات الاسراع بالخطى بالنسبه لتوصيل النت وخاصه في القرى والتوابع والنجوم، عشان طبعا كلنا معتمدين على النت في الدراسه وما ذلك، حتى يعني في حتى بالنسبه لتقديم الشكاوي هناك خطوط ساخنه، يمكن يعني الخط الساخن لمجلس الوزراء 16-25 بيتلقى طبعا شكاوي من المواطنين في كافه المجالات، وبيقوم طبعا على حل كل هذه الشكاوي، يمكن بتصل في بعض الشهور الى 100000 شكوى، ولكن حتى بالنسبه للزيارات الميدانيه اللي هو بيعملها يعني منظومه الشكاوي الحكوميه طبعا بتسهل على المواطن في اي شكوى بيتم، بدل ما انا كنت هشيل مجموعه اوراق واروح مجلس الوزراء في شارع القصر العيني، ولكن في قريه ما ان انا استطيع من خلال الخط الساخن او عن طريق البريد الالكتروني اوصل شكوتي، واذا كانت هناك يعني بعض الملفات او بعض الاوراق عن طريق النت. تمام. طب خلونا نتكلم كمان عن الجولة التفقدية اللي قام بيها المهندس كامل الوزير، وزير النقل بالطريق الدائري، لمتابعة أعمال التطوير الشامل لهذا الطريق الحيوي بداية من الماريوتية حتى الأوتوستراد بطول 12 كيلومتر. تم الانتهاء من أعمال تطوير تقاطع الطريق مع الأوتوستراد بنسبة 100%، متابعة أعمال توسعة كوبري المنيب العلوي على النيل بطول تقريبا 1 كيلومتر علشان يبقى 8 حارات كل اتجاه بدل من 4 حارات بس. بيتم انشاء كوبري جديد بالكامل شمالا وجنوبا الى جانب كوبري المنيب الحالي، بلغت نسبة التنفيذ فيه حوالي 99%. ذكر وزير النقل ان هو جاري تنفيذ البنية التحتية لمنظومة النقل الذكي الITS اللي بلغت نسبة تنفيذها 18%، علشان يكون الطريق الدائري من اوائل الطرق في مصر اللي بيستخدم عليه هذا النظام، واشار الى استمرار تنفيذ خطه تطوير وتدعيم نظام الاناره على الطريق الدائري، بلغت نسبه تنفيذ اعمال اناره الطريق حوالي 72%. في البدايه منظومه النقل الذكي علشان الناس تبقى فاهمين معانا، الITS دي هتوفر ايه للمواطنين؟ هتوفر وقت وهتوفر جهد، بالاضافه طبعا عمليه الوقت والجهد بالنسبه للدوله المصريه وكمواطن. يمكن كلنا كنا بنشتكي من موضوع الطريق الدائري خلال الفتره الماضيه، ولكن مع التوجيهات الرئاسيه ان انت بتعملي دائري جنب الدائري دلوقتي بدل ما 4 حارات ان هو هيصبح 8 حارات، وتم توسيعه فيه هناك عدد من هذه الحارات تم بالفعل، وكل المشاهدين اللي هم يعني بيسيروا على الطريق الدائري هو يعني الشغل شغال 24 ساعة، الشركات بتشتغل من أجل الإسراع طبعا وتذليل العقبات أمام المواطنين، ومن ذلك حتى يتم الانتهاء من هذا الطريق الدائري طبقا للجدول الزمني. يمكن كان السيد الرئيس زار هذا الطريق أكثر من مرة، بإضافة الزيارات المتكررة لرئيس مجلس الوزراء، والزيارات قد تكون شبه يومية بالنسبة لوزير النقل، ويعني والتواجد مع الشركات وإعطاء دفعة قوية للشركات وكافة العاملين حتى طبعا يتم الانتهاء من هذا الطريق الدائري. يمكن في المنيب بسرعة الخطى، ومن ذلك
طبعا هناك توسعه كبيره في المنيب. الدوله المصريه بتتجه لوسائل النقل الذكي ووسائل النقل الجماعي بدلا من عمليه الزحمه وعدم وجود سيوله مروريه في الشوارع. هذا الامر ده ويمكن العالم كله طبعا بيتجه للنقل الذكي عشان خاطر موضوع البيئه وعدم التلوث، ده شيء مهم جدا. لم يكن هذا الامر فقط في الطريق الدائري فقط اللي هو حوالين القاهرة الكبرى، ولكن في كل المحافظات هناك يمكن طفرة كبيرة، وده مش يعني كلام الإعلام ولا الصحافة ولا كلام المواطنين اللي هم بيمشوا، يمكن كلنا بنمشوا على الطرق وشايفين هناك يعني نهضة كبيرة بالنسبة لي. الفكرة ان انا بعمل كباري كتير، والحقيقة سواء داخل المدن او خارج المدن، بس كمان فكرة اسفل الكباري دي احنا عندنا طبعا دايما سمعة، يعني احنا في سمعة مش حلوة على اسفل الكوبري دايما سواء داخل المدن او حتى في الطرق أو حتى في الكباري اللي بتمر بالطريق الزراعي. فمهمة استغلال أسفل الكباري إنها يتعمل فيها مشروعات للناس اللي موجودين سواء أهل القرى أو أهل المناطق اللي معمول فيها، تجميلها إنها ما تسمحش بقى اللي بقى في مجرمين، الناس اللي بتتعاطى، ممكن يتم ارتكاب جرائم، يعني حاجات كتير بتحصل في أسفل الكباري. نعم، حضرتك طرحت فكرة مهمة جدا، عملية استغلال لأسفل الكباري بدل ما تكون يعني متروكة، راكن عربيات، سواقين الميكروباصات، واحد بيعمل جراج مش عارف، ممكن تبقى في حاجات خرابات وما لذلك، الناس بترمي قمامه، لا ان انت حوالي هناك يعني استغلال لاسفل الكباري، ممكن تبقى يعني جراشات للعربيات عن طريق حاجه منظمه، بالاضافه طبعا المحلات التجاريه. وبدات يعني يمكن احدى المحافظات محافظه الجيزه يعني بدات في هذا الامر، يمكن عن في ترعه الزمر او محور كمال عامر، بالاضافه لمحور المروطيه والمنصوريه. كل الكباري اللي هي يعني بيتم خلال هذه الفتره لم يكن في الطريق الدائره والمريوطيه فقط، ولكن بيتجه للمحافظات الاخرى، وده طبعا يعني توجيه من الحكومه للساده المحافظين، شوفوا الشباب ان انتم تعملوا لهم مشاريع صغيره او حتى محلات وما ذلك، وبيتم طبعا عمليات التاجير بحق الانتفاع. اول حاجه الدوله المصريه او الوزاره او المحافظه يعني استفادت من أسفل الكباري، بالإضافة طبعا الشباب استفاد من خلال توفير فرص عمل، توفير مثل هذه المحلات وما لذلك، أن أنت بتستغل مثل هذه المساحات الشاسعة في كل المحافظات، لم يكن الطريق الدائري فقط، توفر فرص عمل، مشروعات صغيرة بتنتج بالنسبة للشباب، تكون متنفس حتى بالنسبة لي يعني موضوع حديقة أو جنينة، حاجة متنفس خضراء لبعض المناطق اللي هي ما فيهاش جناين، حاجة زي كده، ده من ضمن الأفكار اللي هي طرحتها الحكومة خلال الفترة الماضية، والسادة المحافظين طبعا بيقوموا بعمليات التنفيذ عندما يتم طبعا تطوير مثل هذه الكباري أو الانتهاء من البنية الأساسية للكباري. طيب خلينا كمان الحقيقه من ضمن الاخبار المهمه جدا واللي مصر يعني طبقا لدورها وما تقوم به، كان في ترأس لوزير الخارجيه سامح شكري امبارح جلسه مجلس السلم والامن الافريقي المنعقده عبر الفيديو كونفرنس حول مكافحه الفكر المتطرف وتمويل الارهاب، وده طبعا علشان مصر بتشتغل على الرئاسه او برنامج الرئاسه المصريه لمجلس السلم والامن الافريقي في شهر نوفمبر الحالي. السفير احمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزاره الخارجيه قال ان الوزير شكري اوضح في كلماته خلال الجلسه ان تناول مجلس السلم والامن لموضوع مكافحه الفكر المتطرف وتمويل الارهاب ده جاي او بياتي متسقا مع مخرجات جلسه المجلس المنعقده على مستوى القمه يوم 27 يناير 2018 برئاسه الرئيس عبد الفتاح السيسي، واللي اكدت على اهميه اعداد استراتيجيات وطنيه لمكافحه الفكر المتطرف والوقايه منه على نحو يؤخذ بعين الاعتبار بيبقى واخد بعين الاعتبار معالجة جذور ظاهرة الإرهاب، بجانب مطالبة الدول الإفريقية باتخاذ التدابير اللازمة علشان يتم تكثيف منابع تمويل الإرهاب. يعني دايما بنقول ان من الحقيقه من الكلمات التاريخيه للرئيس عبد الفتاح السيسي كانت الكلمه الخاصه بفكره تكثيف منابع الارهاب، تكثيف منابع تمويل الارهاب والدول الراعيه له، ان الفكر كان سابق بكتير، وكان في تحذيرات من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي ان اللي ممكن يكون موجود في المنطقه العربيه دلوقتي سهل جدا ان هو يوصل لاي مكان، حتى لو كنتوا فاكرين ان اي بلد في مأمن فده مش صح.
ما فيش اي بلد في مأمن من الارهاب، ولذلك صحيح. هناك يعني ضروره، يمكن الدوله المصريه الوحيده اللي هي دعت لضروره التكاتف الدولي والمجتمع الدولي صحيح. بعض الدول اللي هي مفكره ان هي بعيده، بعض الدول اللي هي بترعى الارهاب وتعتبر يعني ملاذ امن للارهاب، قد يكون الامر ياتي اليكم. هذا الارهاب اللي انتم بتدعموه دلوقتي ممكن هياتي اليكم في يوم من الايام، ولذلك يجب على هذه الدول اللي هي بتعتبر نفسها ملاذ امن للارهاب او بتوفر مليارات الدولارات عشان الجماعات الارهابيه والتنظيمات الارهابيه اللي هي يعني بتقوم بعمليات ارهابيه، ولكن كانت هناك تجربه ناجحه للدوله المصريه في مكافحه الارهاب عن طريق طبعا العمليات الأمنية اللي هي بتقوم طبعا بها القوات المسلحة والشرطة المصرية، بالإضافة للحلول الأخرى وهي عملية التنمية، إن أنت بتعملي تنمية في كافة المحافظات، وشايفين هناك تنمية في كل شبر على أرض المحافظات، دي طبعا عملت تجفيف لمنابع الإرهاب، قضت على الجماعات الإرهابية في يعني الدولة المصرية، وعلى مدار الساعة يعني العالم بيشيد بما يعني اتخذته الدولة المصرية من العمليات الأمنية بالإضافة للتنمية، ولكن يتطلب من المجتمع الدولي أن هو يتوقف عن، أو بعض الدول اللي هي بتدعم الإرهاب أن هي تتوقف عن يعني الدفاع عن العمليات الإرهابية أو الدفاع عن مثل هذه الجماعات الإرهابية اللي هي تعتبر يعني شوكة في عمليات التنمية في كل الدول. طالما هناك إرهاب في أي دولة مش هيكون هناك استقرار، مش هتكون هناك تنمية، ولا هتكون هناك مصانع، بل الشعب يعني الشعوب هي هتبقى متضررة من مثل هذه العملية. وإحنا شايفين يعني المنطقة اللي هي حوالينا هناك عمليات إرهابية قد تكون شبه يومية ما فيهاش تنمية، الشعوب الخاصة بها طبعا بتعاني من ويلات الحروب والصراعات وما لذلك، ولكن آن الأوان أن كل العالم يتكاتف مع الدولة المصرية ويضع يده طبعا في إيد بعض من أجل مكافحة الإرهاب، ومن أجل يعني تكون هناك صد شديدة للدول اللي هي بتدافع عن الإرهاب وبتكون ملاذ آمن للإرهاب. صحيح. بننتقل لشأن الليبي وبنقرأ خبر بيتحدث عن ترشح سيف الإسلام القذافي لرئاسة الجمهورية الليبية رسميا. كانت وكالات أنباء عالمية ذكرت أن نجل الزعيم الراحل معمر القذافي عاد إلى الأضواء مجددا بعدما قدم أوراق ترشحه في الانتخابات الرئاسية الليبية، الأمر اللي طرح حقيقة احتمال حدوث تحول جديد في سياسة البلاد. كان ظهور سيف الإسلام في مدينة سبها جنوب غربي ليبيا لتقديم أوراق ترشحه لمكتب المفوضية العليا للانتخابات، وكان مرتديا العباءة والعمامة اللي طالما اشتهر بها والده الراحل بارتدائهم. جدير بالذكر طبعا أن الانتخابات الرئاسية من المقرر انعقادها في يوم 24 ديسمبر المقبل. هي بعد الدعم العالمي اللي يعني الكل الحقيقة بيؤيد فكرة إجراء الانتخابات الليبية، يعني دول العالم بعدما شاهدنا مؤتمر باريس المنعقد الخاص بدعم ليبيا وإجراء الانتخابات الرئاسية فيها، يعني إلى حد ما زي ما احنا شايفين طبعا في بعض الجهات مش من مصلحتها أن يتم الانتخابات في موعدها المحدد، لكن الحقيقة ظهور سيف الإسلام القذافي ممكن يعكس تطور في السياسة الليبية، وهنشوف بقى الشعب الليبي هيعمل الشعبية. هو ده يتوقف أستاذ فاتن والسادة المشاهدين، يتوقف على الشعب الليبي. صحيح. ما الذي يريده الشعب الليبي؟ بالزبط. الشعب الليبي مؤكد يعني عانى الويلات من على مدار العشر سنوات أو التسع سنوات الماضية من ويلات الحروب وعمليات الفقر الاقتصادي وما ذلك، ولكن آن الأوان أن الشعب الليبي لابد أن يقف يعني وقفة رجل واحد بالنسبة للشعب الليبي ويكون داعم لإجراء مثل هذه الانتخابات. يمكن البعض، واحنا شفناها في هذا المؤتمر اللي هو كان منعقد في باريس، بعض الجهات او بعض الاشخاص يعني ليس على مزاجهم اجراء مثل هذه الانتخابات في التوقيت الحالي، لانهم مستفيدين من التوقيت الحالي، ولكن اجراء مثل هذه الانتخابات 24 ديسمبر المقبل هو استفاده للشعب الليبي وليست لاشخاص موجودين على دكه او مكان ما او في موقع ما. ضرورة أن يتكاتف الشعب الليبي من أجل إجراء مثل هذه الانتخابات سواء الرئاسية أو البرلمانية، ولكن الشعب الليبي يقول كلمته في صندوق الانتخابات اللي هو هيتم، ولكن المفوضيه العليا للانتخابات طبعا فتحت يعني مثل هذه التقدم او الترشح للانتخابات، واي مواطن ليبي يستطيع ان هو يخدم الشعب الليبي، يخدم الدوله الوطنيه الليبيه،
يستطيع ان هو يترشح، ما فيش حجر زي ما قالت المفوضيه او زي ما قالت يعني البرلمان الليبي، ما فيش حجر على اي مواطن، كل من يتقدم ليه هيتم طبعا. وطبعا بعد كده المفوضيه العليا للانتخابات هتفحص كل هذه الاوراق التي يتم تقديمها في الموعد المحدد، ولكن هناك يعني ضروره بالنسبه فكره ترشح سيف اسام، هل هيثير نوع من الجدل في وسط او يعني في الوسط الليبي او في الاوساط العالميه؟ يعني مؤكد سيف يعني ليها انصار، ليها عائلات، ليها اتباع، يعني اتباع ويعني والده قبل ذلك خلال الفتره الماضيه، ولكن هذا الامر الواحد ما يعني ما وقفش عنده كتير، انا وقفت عند مين اللي هو هيترشح، مين اللي هو المنافس القوي بالنسبه لسيف الاسلام. هناك يمكن عدد من المرشحين يعني هيترشحوا خلال الفترة الماضية، وهناك البعض كان موجود، ولكن المجلس النواب حط قاعدة ان انا عشان اترشح لابد ان انا اكون استقلت او قدمت يعني استقلتي من الشغل الخاص بي قبل الترشح بثلاث شهور. هناك بعض طبعا الاشخاص لم يتقدموا، ولكن احنا شفنا هذا الامر خلال الايام القليلة الماضية ان هو بيطالب بعملية التاجيل. عملية تاجيل الانتخابات انتهت، العالم كله مع اجراء الانتخابات، لان في اجراء الانتخابات الليبية هو استقرار للدولة الوطنية الليبية، استقرار للشعب الليبي. يمكن هناك يمكن حوالي 3 مليون يعني مواطن ليبي لهم الحق في يعني الادلاء باصواتهم في خلال هذه الانتخابات، ولكن من هذا يعني المنبر الاعلامي على الشعب الليبي يعني ضروره ان هو يدلي بصوته في مثل هذه الانتخابات ويقول كلمته لمن يراه مع الدوله الوطنيه الليبيه. صحيح. انا بشكر حضرتك جدا الاستاذ حسن ابو خزيم الصحفي بجريده روز اليوسف ومحرر اخبار رئاسه الوزراء، شكرا جزيلا، شرفتنا ونورتنا. مشاهدينا الكرام بكده بتكون انتهت جولتنا الاخباريه، هنروح لفاصل وبعدها هنتابع باقي فقرات صباح البلد.